لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. ما شاء الله طلعنا ترند بدور خاين مفاجأة يعني مش حاجة عدلة على فكرة. بصي مفاجأة يعني بجد مسلسل الاختيار شرف لأي ممثل يبقى موجود فيه، ما بالك لو بيعمل دور صعب كده ومركب كده، وما بالك لو كان التفاعل من الجمهور عامل زي ما حصل كده. فمش عايز أقولك قد أنا إنسان محظوظ أنا اشتغلت في هذا العمل مع مخرج مهم جدا شافني في منطقة بعيدة عن كل الحاجات اللي أنا عملتها قبل كده، مع ممثلين على أعلى مستوى، نجوم كبار كان الواحد حقيقي سعيد أنه وسطيهم، والحمد لله رب العالمين الصدى النهاردة الواحد بيكرم كأحسن ممثل، شرف كبير جدا ليا. ما خفتش من الدور؟ ما خفتش من ردود الفعل؟ انت عارف المصري بطبعه حنين، لا ايه ده تخيل، لا بيقتنع ان هو في الحقيقة وفي التمثيل. احنا كشعب فعلا شعب عاطفي جدا، وقت ما بنتفرج على العمل بنصدق وبنعيش مع الشخصيات بشكل كامل، ولكن عايز اقول لك بمجرد ما بيخلص العمل يبتدي الجمهور يدي كل ممثل حقه، ودي كانت المفاجاه ان الناس بيقولوا لي على يعني كانوا بيقابلوني بعد مسلسل الاختيار ما خلص. في وقت المسلسل كنت بخاف انزل الشارع اصلا، يعني كنت بيحصل لا الناس كانت بتتخض، يعني اصله الخيانة مش في قاموس الشعب المصري، فكان صعب قوي ان هم يشوفوا حد بيرتكب كل انواع الخيانة. ولكن بعد ما خلص المسلسل والناس ابتدت تتفاعل بقى مع المجهود اللي تقدم، حقيقة الحمد لله رب العالمين كان كل الناس بتعلق على فكرة ازاي انت عرفت توصل لنا هذه الشخصية الصعبة المركبة. اشتغلت عليها ازاي بقى؟ خدت مجهود جامد، والحقيقة الكتابة كانت رائعة الاستاذ هاني سرحان، المخرج بيتر ميمي يعني طلع احسن ما عندنا، والممثل دايما لازم يجتهد حتى لو كل حاجه متاحه، بس بالاخر التصديق بقى، فكره التصديق، فكره المعايشه، انه ما يتقفش لحظه بره الشخصيه اللي هو بيعملها، ودايما يبقى عايش جوه الزون او الدايره بتاعت الاداء. فحاجه الحقيقه ممتعه جدا ومرهقه جدا في نفس الوقت. ايه الموقف اللي حصل لك بعد رد الفعل للمسلسل؟ يعني طول ما انا ماشي كان في مفاجآت، ولكن اكتر حاجة يعني تعليق خضني وبهرني وضحكني وكل حاجة، حد قال لي انت حببتنا في الخيانة ازاي كده. فحسيت انه غلط، عايز اقول له لا ما تقولش كده، بس باين قد ايه بجد ان الممثل لو اجتهد وداس على الشخصية اللي هو بيعملها وعرف هيوصل بيها لفين، انه يقدر يوصلها زي ما مكتوبة وزي ما المخرج يقصدها فعلا. في حاجة تانية داخلين فيها جداد؟ في اعمال ان شاء الله رب العالمين، يعني في بعمل فيلمين، في فيلم بصور فيه اوريدي وفيلم بحضر له مع الاستاذ وائل احسان، وان شاء الله العملين يعني باذن الله مفاجاه ان شاء الله سينما. توفيق باذن الله. سيلي شكرا.